من الآخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. من النهاردة هنبدأ استنفار الجمهور الأهلاوي لمباراة العودة يوم الجمعة، ماتش الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة الساعة 9. إن مخلصش 3-0 بفضل جمهور الأهلي بقى احنا بنهزر، وده اللي طلبه امبارح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد المباراة. قال لك أنا مستني جمهور يوم الجمعة، عشان كده انا بدأت لكم بالتالتة شمال وقول الحق خليك جريء. النادي الاهلي احسن فريق في دوري ابطال افريقيا، ده مؤكد. على فكرة النادي الاهلي 19 مباراة ورا بعض دلوقتي في دوري ابطال افريقيا ما خسرش مباراة، يا بيتعادل يا بيكسب من البطولة اللي فاتت لغاية دلوقتي. الرقم ده عامله مانويل جوزيه زمان، كان عامل برضو 19 مباراة. يعني مباراة مازيمبي الجاية مارسيل كولر هيكسر الرقم بتاع مانويل جوزي، وان كان دلوقتي كولر ارقامه افضل لان جوزي كان 12 فوز و7 تعادل، كولر 13 فوز و6 تعادل. يعني الماتش الجاي الجمهور عنده بقى قوة تشجيع ثلاثية، اول حاجة يقهر مازيمبي، تاني حاجة يقهر الارقام، تالت حاجة يشيل فرقته كده زي بصوت الريح يوصلوا للمباراة النهائية. وعلى فكرة اوعى حد يبقى شايف انه مثلا الترجي كسب سان داونز 1-0 فسان داونز هيعوض في بريتوريا ويكسب الترجي ويجيلنا في الفاينل، اهلا وسهلا. اوعى حد اهلاوي يقلق من سان داونز او يقلق من الترجي في الفاينل، خد مني انا على طول بقول لكم كل حاجة بتطلع في الاخر صح. مين قال لكم يا هنتعادل يا هنكسب مازيمبي؟ مش انا. مين قال لكم هنكسب سيمبا هناك في تنزانيا؟ مش انا. مين قال لكم هنكسب اتحاد جده 3-1 قبليها بشهر واصريت عليها؟ مش انا. خد مني بس، الاهلي يعدي مازيمبي اعتبر البطوله ال 12 في دولاب القلعه الحمراء. علشان كده الاهلي عايز يجمع كل الدوافع بتاعته يوم الجمعه الجاي علشان خاطر يوصل المباراه النهائيه. مباراه ولا اروع امبارح الحقيقه. يعني دي الفرقه اللي لعبت قدام الزمالك كان فيها مشاكل كتيره جدا، لا بس هو الاهلي بيتحول في افريقيا الحقيقه جدا. ويعني مارسيل كولر حط تشكيل يعني واقعي لما حط اكرم توفيق في نص الملعب، وقلت لكم هو اقرب من كريم نيدفيد، حط جنبيه عمرو السوليه وكوكا فسيطر على نص الملعب، ضيق المساحات زي ما قلنا هما بيلعبوا 4-1-4-1 بيحاولوا ينتشروا في التلت الهجومي، هو قفل عليهم هذا الكلام. علي معلول على الطرف ده ومحمد هاني على الطرف ده والاثنين بيجيدوا الدفاع، ما كانش يعني ادائهم الهجومي كان مطلوب منهم يقفلوا مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طبعا عبد القادر عود حميد عامل شوط ولا اروع الشوط الاولاني، رضا سليم كمان سرعات جامده جدا مع وسام ابو علي في الهجوم. بس يا طاهر انت نزلت يعني فرصه، يعني انفخ في الكوره، الكوره اللي جات له في اخر دقيقتين دي انفخ في الكوره. يعني كهربا خدها من فوق راس الواد الباك بتاعهم وبعدين لطاهر، طاهر طبعا على ما فرد رجليه عشان يشوط كان ببوز الجزمه السرد باك بتاع مازيمبي طلعها بره، لكن جون اكيد مليار في الميه في اول دقيقه، جون اكيد لاسامه ابو علي مليار في الميه بجانب الفرص اللي راحت خلال المباراه. ده اللي خلى مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي يقول كان نفسي نجيب جون، كنت بهاجم علشان خاطر اجيب جول، لكن القدر ما منحناش. ده عملنا مباراه كبيره ومعاه حق، عمل مباراه كبيره، تغييراته كانت رائعه جدا، مع ان في تغييرين اضطراريين، واحد لاحمد نبيل كوكا نزل مكانه محمود متولي، والتاني اكرم توفيق ونزل مكانه محمد مجدي قفشه. ومجبر اخاك لبطل، هتقول لي اكرم توفيق يخرج وينزل قفشه؟ اقول لك اه ده حقيقي، لانه هو الراجل كان مضطر لده يعني الحقيقه بسبب الاصابه اللي موجوده، ما كانش عنده حد بره يقدر ان هو يحل المشكله بتاعه غياب اكرم توفيق، ونزل قفشه وادى دور كويس الحقيقه. يعني كمان لعب احمد عبد القادر، خرج احمد عبد القادر ونزل طاهر، خرج وسام ابو علي ونزل كهربا، وخرج رضا سليم ونزل بيرستاو. وعجبني بيرستاو في سرعاته، يعني حسيت الاسبرنتات بتاعته هايله جدا، وده دليل على انه كان جاهز في التدريبات بتاعته. دكتور محمد جبالله قال انه الاصابه بتاعت في دماغه بتاعت اكرم توفيق، يعني عنده في حاجبه كده زي اصابه، يعني مش هتعمل له مشكله ان شاء الله، كمان باذن الله كوكا يقدر يلحق المباراه الجايه.
اكتر حاجة لفتت نظري امبارح في تصريحات مارسيل كولر ان هو يعني دافع جدا جدا على الدكتور بتاعه احمد جاب الله، قال لك دكتور قوي جدا، دكتور محترم جدا، احسن طبيب اشتغلت معاه، ده اللي بيقول مارسيل كولر. وقال لك كمان انا مستغرب ليه الاعلام بيحاول ان هو يقلل من مستوى الراجل ده، بالعكس الراجل ده بيأدي شغله. وادانا مثال على ياسر ابراهيم، قال لك هو ياسر ابراهيم لما اتصاب جالي، وهو صريح جدا وصادق جدا، جالي وقال لي يا مستر كولر ياسر ابراهيم هيغيب 8 اسابيع يعني شهرين، وبالفعل غاب ياسر ابراهيم 8 اسابيع يعني شهرين، ونزل بدري غاب 7 اسابيع ونص، وقال ده معناه انه شايف شغله نزله بدري 3 4 ايام، ده معناه ان ياسر ابراهيم هينزل التمرين الجماعي ما عندوش مشاكل بعد عوده الاهلي. الاهلي رجع النهارده خلاص وصلوا بالسلامه في ساعه مبكره النهارده الساعه 6 الصبح، وصلوا القاهره وكل واحد راح على بيته علشان خاطر يحتفلوا النهارده مع اهليهم بالنتيجه الايجابيه تعادل 0-0، وان شاء الله المباراه الجايه باذن الله هتكون لصالح النادي الاهلي اللي هتكون في استاد القاهره. عايز الاول اشيد بحاجتين، اذا كنا احنا بنقول التصوير كان غريب امبارح وده فعلا، وبعدين بعد كده الاتحاد الافريقي قال لك اصل الكاميرات بتاعتنا ما دخلتش والمعدات بتاعتنا ما دخلتش، هزار يعني، يعني ده كلام بصراحه هزار، لان انت بتتكلم في سيمي فاينال اهم بطوله في افريقيا للانديه دوري ابطال افريقيا، فيبقى التصوير بهذا الشكل. الواحد جاله حول امبارح يعني الناس غللت وجاله حول، له شايف الكوره ولا شايف تحركات اللعيبه، والكاميرا اللي في النص بايظه عماله تطرحها جايه، وحاجه غريبه جدا، والكوره بعيده ومش عارف تبني راي فني، حاجه غريبه جدا، مفترض انت بتتفرج وانت مستمتع. فكان التصوير سيء جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني بصراحه نقطه سودة في جبين اتحاد الكره الافريقي. لكن خليني اشيد كمان بالمعلق حفيظ دراجي، وحفيظ دراجي امبارح يعني تقولش معجون بميه الاهلي والكره المصريه، يعني كان امبارح بيتكلم على الاهلي، وبيحفظ دراجي ده جزائري ورغم كده كان بيتكلم على الاهلي كانه مثلا نادي جزائري، ومدي للاهلي مقام ومدي للكره المصريه مقامها واحترامها، وبيتكلم على الاهلي وعلى تاريخه وعلى الحاضر بتاعه، وانه ازاي الاهلي يعني ممكن لما يوصل فاينل يبقى للمره الخامسه على التوالي. تخيل الاهلي بقى يعني 20 21 خد البطوله، 20 خد البطوله، 21 خد البطوله، 22 خسرها طبعا بفعل فعل احنا فاكرين، 23 خد البطوله من الوداد، 24 دي كمان يوصل فاينل، انا بقول لكم اعتبروه خدها. يعني لو خدها السنه دي ان شاء الله يبقى 4 مرات من اخر 5 بطولات، وكان واصل قبلها في الثلاث سنين اللي قبلها مرتين فاينل، خسر واحده من الترجي واحده من الوداد، دي كلها ارقام ما يعملهاش الا نادي عظيم زي النادي الاهلي. فحفيظ دراج امبارح الحقيقه يستحق كل الاشاده على التعليق اللي قام بيه امبارح. الصفحه بتاعه دوري ابطال افريقيا اشادت جدا جدا بمصطفى شوبير، مصطفى شوبير كان امبارح احد نجوم المباراه، هقول لكم بالظبط قالت ايه، قالت كده نصا، دي صفحه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه اللي عاملها الاتحاد الافريقي، قال لك تجده في كل مكان يتصدى ويحمي الشباك، اداء كبير من مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي. فعلا مصطفى شوبير امبارح كان ليه دور، لان انت بتحاول تجيب جول وتحاول تمنع ان يدخل مرمى الجول، فمصطفى شوبير في كورتين ثلاثه امبارح بصراحه كان ليه دور كبير جدا في انقاذ الاهلي منهم مع خط الدفاع اكتر من كرة، ومستواه الحقيقة مستقر وبيتطور من مباراة لتانية. كل التحية لمصطفى شوبير على الاداء اللي قدام امبارح. طبعا كل اللعيبة الحقيقة ادائهم هايل جدا، عمرو السولية في نص الملعب كان هايل، كان في شوية ميس باص بس كان قافل نص الملعب، خصوصا لما خرج اكرم وسقط لعب مكانه، كوكا قبل ما يخرج، اكرم توفيق كان بطل، عبد المنعم ورامي ربيعة، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول، وسام الحقيقة كان مهاجم امبارح من طراز فريد واضح انه جاي جدا، احمد عبد القادر، عود حميد، ورضا سليم بسرعاته الحقيقة كان هايل جدا. عايز اقول لكم كمان انه يعني هقول لكم خبر مفاجئ، انه امام عاشور بيطلب من الجهاز الفني انه يشارك في المباراه اللي جايه بتاعه يوم الجمعه. تخيل امام عاشور طالب في حاله تفاؤل وحاله رغبه وحاله اصرار على تخطي مازيمبي وبنتيجه مرضيه للجمهور يوم الجمعه، وامام عاشور طالب كده انه يلعب يوم الجمعه الجاي. طبعا الكلام ده كله هيدرسه مارسيل كولر مع الجهاز الطبي، لكن انا بقول لكم قد ايه احساس اللعيبه
عامل ازاي في انهم عايزين يلعبوا الماتش الجاي بتاع مازيمبي. لازم نشيد كمان بالجمهور الكونغولي، يعني اذا كان الملعب نجيل صناعي مش متعودين عليه وحاجه غريبه، وان شاء الله يتغير لانه مازيمبي برضو نادي كبير ونادي بيوصل ادوار نهائيه في بطولات افريقيا، فلازم يبقى ملعبه احسن من كده. لكن لازم نشيد بالجمهور الكونغولي وادبه واخلاقه واحترامه وتشجيعه المحترم. وبعد الماتش شفنا قد ايه هم يعني بيحيوا لعيبه الاهلي، وبيتصوروا مع احمد عبد القادر، وبيتصوروا مع بيرستاو، وبيتصوروا مع علي معلول ومع لعيبه الاهلي، وبيسقفوا لهم. الحقيقه مشهد كان رائع جدا 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 بالنسبه للجمهور الكونغولي. لازم كلنا الحقيقه يعني نشيد بيه بشكل كبير جدا. عايز اقول لكم التصريحات بتاعه مارسيل كولر بعد المباراه حالا هطلعها لكم، لانه كولر قال في المؤتمر الصحفي، قال المباراه كانت صعبه جدا، درجه الحراره كانت عاليه، قال ان اللعيبه قدموا كل حاجه في المباراه، كان الفريقين عندهم فرص من الممكن ده يكسب او ده يكسب. قال ان احنا عارفين ان التاهل من المباراتين مش من مباراه واحده، احنا محدش فينا سجل النهارده، لكن الحسم هيكون